الإسلام للحداثة، بمعنى ونحن نتحدث أو نفكر أو ننظر إلى موضوع بهذا وبهذه موضوع بهذه الربوة العالية من المعرفة وسقفها اللامتناهي، أتصور أننا نحرك معنا مربعات قد لا تكون سهلة، لأنه يتدخل فيها العالم والمفكر والفيلسوف والفقيه والمنظر والأديب إلى غير ذلك من الرموز التي تتقاطع دائما جدلا مع هذا الأفق. دائما موضوع بهذه الحدة وبهذه الكثافة الإسلام والحداثة بالتأكيد يجر معه قضايا أخرى مرتبطة سواء بالديمقراطية وبالعلمانية، وأتصور أنه كل من زاوية نظره يدلي بالأفق الممكن الذي يسهم في إطراء النقاش الحضاري والمدني والإنساني لكي يستمر على الأقل الاستمرار في البحث وتقصي واختفاء أثر ما الذي يمكن أن يربط الإسلام بالحداثة.